لو جينا نتكلم على بداية النشاط الرياضي، نشاط رياضي او نشاط كوره، لا التوازن يا كابتن ما بين الكلام اللي بيتقال مش نشاط، لكن التوازن ده يتعمل ازاي لو انت مسؤول؟ التوازن ده لازم يجي، ما هو ما يعني القصه دي مش طرف واحد، دي كذا طرف. يعني احنا لو جينا نتكلم اتحاد الكوره وانديه واتحاد افريقي اللي هو الاتحاد القاري والاتحاد الدولي والفيفا، كل ده مرتبط ببعضه، ولازم يبقى فيه الناس كلها، يبقى في لينك بينهم وبين بعض، بس لازم يبقى في اقتراحات من الأندية. كل نادي يفكر ازاي ممكن يعمل في الفترة اللي هي بعد القضاء على الفيروس، انه يقدر يبتدي يعمل ايه في الفرقة اللي بتاعته اللي تخص. كذلك اتحاد الكورة يعمل خطط مستقبلية لو حصل ان احنا قضينا على الفيروس او الدنيا بقت كويسة، خلال مثلا بعد رمضان او بعد العيد هنبتدي مثلا لغاية كذا في ديدلاين لبداية البطولة مثلا بتاعة الدوري، وليكن مثلا اول يونيو او مثلا نص يونيو او 20 يونيو، لان انت لسه عندك وقت، ممكن بعد كده الخطط تضغط مباريات. انت لو عندك، انا لو اتكلم بس في حته سريعه، لو هنتكلم ولا نسيبها دي للمقترحات، المقترحات لان انا هاخد مقترح كل واحد من حضراتكم.